كما ينضم إلينا حول هذا الموضوع من الكويت عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المحلل السياسي والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي. دكتور فهد، كما تعلم بأن قناة الجزيرة هي أداة بيد النظام القطري لبث الأكاذيب وإثارة الفتن في المنطقة. في اعتقادك دكتور، كيف يمكن مواجهة هذا الأسلوب أو النهج الذي تتبع هذه القناة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئ وزير الإعلام البحريني والمسؤولين في الإعلام على توضيح الحقيقة التي لا تحتاج الحقيقة إلى تأويل. أمر واضح ونقارنها بالأكاذيب. خليني أقول لك يا سيدي الفاضل، هذه الشركة اللي سجلت لم تكن قناة الجزيرة، حاولوا معاي، اتصلوا فيني، قالوا نبي نسجل فيلم عن المعارضة والديمقراطية. قلت لهم أوكي. لما بدأت أتقصى عن الموضوع وجدت أن هذا الفيلم سوف يسجل ويسلم لقناة الجزيرة اللي هي خنجر في ظهرنا كخليجيين. فالحقيقة امتنعت، لأني أعرف أنهم راح يمنتجون وراح يشوهون الحقائق، حتى الكلام الحقيقي سوف يلوي عنق الحقيقة ويجعلها أكذوبة. هكذا الحقيقة مسلك قناة الجزيرة. والجزيرة خليني أقول ليست مرغوبة في العديد من الدول، هما يوجهون جمهورهم الذي لا يعرف عن منطقة الخليج خصوصا شمال أفريقيا فقط، هذا هو الجمهور. أما نحن كخليجيين فنحن كشفنا كذب الجزيرة وتحريضها منذ 2011. أما لا، فأقول لمسؤولي الجزيرة، عيب عليكم وعار عليكم هذه الأكاذيب. الإعلام يتحرى الحقيقة، أنتم تصنعون الكذبة ولا تتحرون الحقيقة. وأقول للإعلام البحريني ولرجال أمن البحرين وللشعب البحريني البطل اللي شفنا شهاداته الآن، يا شعب البحرين، الحقيقة نهنئكم على هزيمتكم التي قمتم بها ضد قناة الجزيرة. لقد هزمتم قناة الجزيرة في 10 دقائق. هم قعدوا شهرين يروجون لهذا الفيلم ويريدون أشخاص. الشعب البحريني، الإعلام البحريني، الأمن البحريني هزم قناة الجزيرة في 10 دقائق على البث الساعة 8 يوم الأربعاء. فمبروك عليكم. قناة الجزيرة أكذوبة وهي مشروع لضرب الوحدة الخليجية، ونحن عانينا منها في الكويت وتحركت الآن كل شيء يؤثر على الخليج تجد قناة الجزيرة تتصدر هذا المشهد. إذن في سياق ما ذكرته دكتور، ما هو تعليقك فيما جاء في برنامج ما خفي أعظم الذي بثته الجزيرة منذ عدة أيام عن البحرين بشكل عام؟ شاهدت على اليوتيوب أكاذيب. هو استخدم مرتزقة واحد فيهم يعني تحدث صراحة، قال أعطوني فلوس. نفس العملية كان قايلين، فأنا رفضت الحقيقة لأني عرفت هم مكلفين شركة لبنانية تقوم بالتسجيل بالجزيرة وتأخذ الأفلام وتسلمها للجزيرة. أنا كشفت هذه موجودة في تغريدة لي منذ شهرين. فبالتالي هذا التحايل ليس إعلام، هذا خيانة. هذا تآمر على الدول الخليجية، هذا بث الفتنة، عقوبتها الإعدام لمن يقوم بهذا. ليش ما تحركت الجزيرة بهذه الصحافة الاستقصائية في إسرائيل؟ ليش ما تحركت المسلمين في الرهونجة؟ ليش ما دافعت عن المسلمين في إيران وعن العرب الأحوازيين وعن البلوش؟ ليش ما تحركت في المحاور هذه؟ ليش؟ لأنها كلها ضد الخليج. بالتالي الجزيرة كاذبة، ومن يديرها كذاب أشر، ومن يعمل فيها منافق وكذاب أشر. إذن من الكويت المحلل السياسي والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي، شكرا جزيلا لك.